بدي انقلكم قصة تانية عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أيضا كان يحاسب، كان له مواقف كثير مهمة في هالمورد. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب أرسل أبا هريرة واليا على البحرين، اليوم هي مملكة البحرين معروفة، بس أظن في ذلك الزمان كانت البحرين وقطر كانوا دولة واحدة. المهم أرسله إلى البحرين وصار والي عليها. معروف أن أبو هريرة كان من الفقراء، ولكن للثقة فيه بعثوا حاكم على البحرين. بعد فترة سنة أو سنتين سمع عمر أنه أبو هريرة صار عنده أموال كتير، طلبه فوجد عنده أموال كتير، أموال ذهب وفضة ومواشي أشكال وألوان، يعني الثروة اللي كانت موجودة في ذلك اليوم. سألوا عمر، وهذا الكلام موجود يعني بتلاقوه في كل كتب الحديث، ما بدي أرجع أكد مرة تانية وتالتة إنه اللي بده أي يتعرف على أي حديث يرجع لكتب الحديث، يتعب له شوي بليل الحديث، حتى اليوم على جوجل بتطلع الحديث. فالنص اللي موجود بالحديث موجود بكتب بالصحاح، قال له يا عدو الله ورسوله من أين لك هذا المال؟ أبو هريرة قال له أنا لست عدوا لله ولا لرسوله، وهذا المال هو خيل تناتجت وهدايا تلاحقت. يعني أنا كان عندي مواشي، عنده حصان، عنده فرس جابت له حصان، عنده مال مثلا 1000 دينار جاي هدايا 2000 و3000 دينار، وهكذا صار عنده عشرات الآلاف من الدنانير، وعنده آلاف من المواشي، بقر وغنم ومعزة وجمال وخيل. عمر ما عجبته الحكاية، قال له يعني أنت لو بقيت بالمدينة قاعد، وكان أهل الصفة هو، كان من الفقراء اللي قاعدوا قدام المسجد يتسول، قال له أنت لو بقيت بالمدينة كانت الهدايا إجت من البحرين وعطوك إياها، ما يعطوك إياها لأنك صرت حاكم، والحاكم لما بيجي أموال من الناس معناها الناس إلهم مصلحة في إعطاء الحاكم هالمال حتى يمرق لهم طلباتهم، لذلك قاسمه على المال، أخذ نص المال وأعطاه النص وعزله عن البحرين. طبعا أنا ما بدي أعلق نهائيا، وقرأت تعليقات كثيرة على الحادث هذا، وفي بعض العلماء السادة الكرام اللي دافعوا عن أبو هريرة وأنه أخذ المال مش لأنه كان عدم ثقة فيه، وإنما كان فقط لبيان أن الحاكم خصوص الحاكم لا ينبغي له أنه يكون عنده هذا الثراء، وغير ذلك من الكلام موجود، لو فتحت جوجل بتلاقوا كل هذا الكلام، وفي الكتب موجود.